مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. قبل شهر عندما خصصنا حلقة حول موضوع الدخول البرلماني أشرنا إلى أن هذه السنة التشريعية ستطغى عليها أجواء الانتخابات المقبلة، وبالفعل فقد بدأ ذلك يتجلى من خلال السجال الدائر بين الأغلبية والمعارضة حول بعض القوانين الانتخابية، ذهب إلى حد مقاطعة ممثلي المعارضة لأشغال اللجنة الفرعية المختصة والتلويح بمقاطعة المسلسل الانتخابي. سنفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام من الأغلبية والمعارضة وأيضا مع أساتذة باحثين لتبسيط الموضوع ولتعميم الفائدة، ونبدأ بهذه التصريحات والمواقف السياسية من الموضوع. ما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، أنا أظن هناك بعض الأمور محسومة، دعني أؤكدها. أولا الدستور جاء بمستجدات في هذا الجانب، ثانيا البلاغ ديال المجلس الوزاري اللي ترأسه جلالة الملك حسم موضوع الإشراف السياسي والتدبيري، السياسي لرئيس الحكومة طبعا والتدبير لوزارة الداخلية ووزارة العدل، الأمر حسم. هذا الأمر بالذات يعني دفع البعض لعرقلة الجوانب التشريعية في البرلمان، فوقع أن أوقف العمل التشريعي في عدد من اللجان ومنها اللجنة ديال الداخلية وأساسا في الموضوع المتعلق باللوائح الانتخابية. ما حدث هو أن الحكومة انفرضت بإعداد مسودة أولا حول الجهوية وهي فارغة من المضمون الذي جاء به الدستور، بحيث ليس فيها أي بعد جهوي كما ينص عليه الدستور، كذلك ليس فيه أي إشارة للمناصفة التي هي كذلك من يعني موجودة في الدستور، وبالتالي نحن نعتقد على أن هذا الموضوع لا يمكن أن يمرر بالطريقة التي تريد تمريرها الحكومة اعتمادا على ضغط عامل الزمن الحكومة هي المسؤولة عنه، لأن تأخير القوانين التنظيمية لمدة 3 سنوات ونصف ليست المعارضة هي المسؤولة بل الحكومة هي المسؤولة، وبالتالي لا يمكن أن نشتغل الآن على حساب جودة التشريع. الهدف من هذه القوانين بطبيعة الحال هو أنه أن تضمن يعني إجراء انتخابات في أجواء سليمة في أجواء ديمقراطية، ورئيس الحكومة هو المسؤول بطبيعة الحال على هذا الأمر بمعية وزيري الداخلية ووزير العدل، ونتمنى أن تتم تسريع دراسة هذه الانتخابات لاحترام الأجندة الانتخابية التي حددت من طرف الحكومة، سواء فيما يخص انتخابات المحلية أو انتخابات المهنية أو انتخابات ممثلي المشورين. الجميع يعلم على أنه القوانين الانتخابية في تاريخ انتخاب المغرب هي قوانين تخضع لنقاش موسع ولحوار وتفاوض بين كل الفاعلين، سواء الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وكذلك الأحزاب الغير ممثلة داخل البرلمان. ففي هذه المرحلة انطلق حوار مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والأحزاب السياسية، وتم مد الأحزاب بمسودات، لكن سرعان ما انقلبت الحكومة على هذه المنهاجية بتقديمها مشروع قانون حول إعداد اللوائح الانتخابية، في حين أن هناك فرق من المعارضة تقدمت بمقترح قانون حول الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة العمليات والسهر على سلامة ومراقبة العمليات الانتخابية. رغم أن هناك صراعا بين المعارضة والأغلبية، ولكن أنا أعتبره توجها ديمقراطيا. على كل حال لا بد أن نخرج سويا وأن نتوافق سويا، لأن الرابح الأكبر في هذا التوافق وفي المصادقة على كل مشاريع القوانين التي ستؤطر العملية الانتخابية، الرابح الأكبر هو بلدنا إن شاء الله. لأن القضية هي القوانين الانتخابية في البرلمان، والآراء آراء كل من السيدة والسادة. محمد رضا بن خلدون نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بالسي عبد الرحمن العدوي، سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج، نشكرك على الدعوة
ولا شك أنه من خلال ما سمعنا من تعليقات لمختلف فرقاء السياسيين يظهر أنه موضوع ربح رهانات الانتخابات المقبلة هو الأساسي، ولا بأس أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر، ولكن المهم أن البلاد أنها تربح هذه الرهانات تحققت المقبلة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. ممثلا للمعارضة السيد عادل بن حمزة نائب برلماني الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، مساء الخير. مساء الخير سي عبد الرحمن العدوي، مساء الخير مشاهدين الكرام. بطبيعة الحال الموضوع ديال اللوائح الانتخابية هو موضوع جوهري بالنسبة للعملية الانتخابية ككل، لأنه هو موضوع اللوائح الانتخابية ماشي موضوع جزئي أو موضوع تقني، بل هو يقع في صلب معادلة ديال النزاهة ديال الانتخابات. بطبيعة الحال اللجنة ديال الداخلية عرفت واحد السجال طويل بين المعارضة والأغلبية، توج ببلاغ ديال أحزاب المعارضة اللي قررت الانسحاب من اللجنة. على كل حال سنعود في الحلقة إلى التفاصيل، ولكن كنعتقد بأنه مهم جدا إشراك الرأي العام في هذا النقاش. شكرا لك. الرأي المحايد والمختص مع الأستاذ إدريس قصوري، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى، وسعيد أيضا بالتواجد معك ومع الزملاء جميعا وللمساهمة وإغناء هذا النقاش من وجهة نظر الباحث الأكاديمي، وبالتالي من وجهة نظر التحليل الموضوعي وربما الدقيق للإشكالات المطروحة في إطار المصلحة العامة للبلاد. بالنسبة لهذا الموضوع هو أنا أعتبره موضوعا استراتيجيا بالنسبة للقوانين، ولكن لابد أن نذكر بأن المسألة ليست مسألة غاية في ذاتها، القوانين ليست غاية في ذاتها، وإنما هي ترتبط بمسائل إجرائية لابد منها. نعم جودة القوانين، المشاركة الواسعة والنقاش الواسع في القوانين والحوار الذي يقبل التحدي والتحدي المضاد في الاتجاه الإيجابي البناء شيء مهم من أجل تحقيق الإجماع للمصلحة العامة، وما عدا ذلك لن يكون في مصلحة البلاد. نعم شكرا لك. نرحب بالسيدة سعيدة العثماني، سيدة باحثة بكلية الحقوق بطنجة. مرحبا، السلام عليكم. شكرا على الاستضافة وعلى إضافة صوت نسائي لهذا الحوار، خاصة وأننا على مشارف الانتخابات المقبلة وعلى مشارف إعداد مشاريع قوانين تؤهل كذلك المرأة للانخراط في هذا العمل السياسي. أعتبر بأن نحن في محطة من المحطات التي رسمناها منذ البداية من خلال دستور 2011، ونحن راهنا على استقرار البلاد، وراهنا على انخراط الكلي والتشاركي لجميع المواطنين، وعلى التفاعل الضمني والمباشر بين جميع الفعاليات سواء السياسية أو المجتمع المدني أو غيرها. لذلك فاليوم هذا الحوار أنا أعتبره من وجهة نظري صحي، لأن فعلا يجب أن نصل إلى خلاصة تأخذ بعين الاعتبار حقيقة التوازنات السياسية القائمة، ولكن تأخذ بعين الاعتبار كذلك أن المواطن الآن إذا كان هناك نوع من الإشكالات المطروحة في 2011 مع الربيع العربي، فالآن أعتبر بأن المواطن يعيش مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا بد للإجابة عنها من خلال العمل السياسي. لكن أعتبر أن التوقف وعدم السير قدما في إعداد هذه القوانين والانخراط في العملية الانتخابية هو مضر للبلاد ومضر كذلك للمواطن المغربي. شكرا لك. نبدأ معك سي ابن خلدون، من سألت الأستاذة سعيدة، والمواطن يعني كان توجه البرلمان الاهتمام ديالو من جانب قانون الماليه كيف قالت الانشغالات الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطن، وفجاه قفز هذا الموضوع للساحه ولا هو في الواجهه. شنو وقع حتى وصلنا لهذه المرحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انه شيء طبيعي؟ لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم هو شيء طبيعي باعتبار ان الان نستعد جميعا لاستحقاقات انتخابيه في غايه من الاهميه، وهناك تزامن، هناك قانون الماليه الذي يناقش، ولكن بما أن الأجندة الانتخابية قد تم تحديدها من طرف السيد رئيس الحكومة كما تعلمون، فاليوم كل شيء كيعرف أن انتخابات ديال المأجورين غتكون في شهر ماي إن شاء الله 2015، وانتخابات الجماعية في شهر يونيو، وهكذا يوليوز الانتخابات المجالس والأقاليم وغيرها حتى نصل إلى الانتخابات الأخيرة هي الغرفة الثانية. فالأجندة محددة، وبالتالي شيء طبيعي أن القوانين الانتخابية لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية، وبالتالي كان الوقت المناسب هو هذا، خصوصا انه اللقاء اللي كان ديال السيد رئيس الحكومه مع الذي دعا فيه للقاء تشاوري كبير
مع ممثلي الأحزاب السياسية كان في شهر يعني يوليوز، ومنذ ذلك التاريخ توصلوا الأحزاب السياسية بمسودات يعني ديال المشاريع القوانين خصوصا الجهوية ثم المشاريع الأخرى. بعد ذلك لابد أن نمر إلى مرحلة أخرى وهي طرح مشاريع قوانين على مستوى المجلس النواب. اللي مستعجل جدا هو مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية. لماذا؟ لأن اللوائح الانتخابية فيها أجال، فيها أجل اليوم، مشروع القانون يتحدث عن أجل دي 6 أشهر فيها كل العمليات المتعلقة بالقيد ونقل القيد ثم عملية تشطيبات ثم عملية الطعون ثم عملية مراقبة الأحزاب السياسية للوائح والحصول على المستخرجات، بمعنى أننا واحد العملية طويلة، شيء طبيعي أنها تبدأ. لما بدأت العملية الذي يظهر أن الإخوان في المعارضة كان عندهم إشكال، وهو موضوع الإشراف على على الانتخابات ككل، عملية الإشراف. وهذا الموضوع الإشراف يقصدون به هو يعني هل تشرف يعني الحكومة مباشرة كما هو في كثير من الدول الديمقراطية، أم تشرف هيئة مستقلة كما هو موجود كذلك في كثير من الدول الديمقراطية. وهذا طبعا خلاف ممكن يكون، ولكن نحن في الواقع نتعجب، لأنه الموضوع عندما حسم ببلاغ لمجلس وزاري وكان الرأي ديال صاحب الجلالة في الموضوع يعني أو قال رأيه بصفة واضحة جدا ما يتعلق بإشراف رئيس حكومة على انتخابات بمعية وزير الداخلية طبعا هو وزير العدل، اعتقدنا أن هذا الموضوع ربما قد يكون تم تجاوز ديالو، الإحياء ديالو في هذا الظرف يصعب التعامل معه باعتبار أننا كأنه جاء في وقت غير مناسب. الآن المطروح أمامنا هو من أجل إنجاح العملية الانتخابية، من حق الإخوان طبعا في المعارضة أنهم يطرحوا وجهة النظر، هذا شيء طبيعي، ولكن التلويح بالمقاطعة على كل حال هل سيقاطعوا الانتخابات؟ أنا كنظن أن المفهوم ديال المقاربة التشاركية هو حد ذاته يحتاج إلى كثير من التدقيق، لان فيه واحد النوع ديال الامور غادي نصحوها ان شاء الله نحاولوا نشوفوا سعد بن حمزه الراي ديالكم شنو هي وجهه النظر في هذا الشيء اللي قال السي ولن السي خلود. ولن الواقع عنيف، نبدا ما نذكروا بانه حزب الاستقلال والاتحاد الشرقي قدموا غير تسمح لي لان الميكروفون ديالك واقيلا غادي يركبوا لك الاخوان مع الاستاذ قصوري. كيف قال السي رضا بن خلدون الاهتمام كان موجه للعمل يعني الانتخابي، الاجنده التشريعيه كانت نحو قانون الماليه، فجاه قفز هذا الموضوع. نقدر نرجع للسي عادل تفضل. اولا قلت بانه الواقع عنيد، لابد ما نذكروا بانه حزب الاستقلال والاتحاد الشراكي قدموا مقترح قانون في 21 يوليوز 2014. السيد رئيس الحكومه هذه اكثر من 6 شهور باش تتكلم على الاجنده، ولم تبادر الحكومة إلى إخراج مشاريع قوانين بما فيها مشروع قانون متعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية. وهذا اللي تيتكلم اليوم على الاستعجال هو الذي يتحمل المسؤولية. هذا الأمر كان بيد الحكومة وكان بإمكانها هذه 6 شهور تجيب لنا مشروع ديال مراجعة اللوائح الانتخابية. مسودة كانت مسودة عندكم؟ إيه يعني تنهضر على المشروع في الجانب الإجرائي ديالو، لأنه غنرجع نتكلم على المسودات. البلاغ ديال المجلس الوزاري، اسمحوا لي، الا حنا كنا دايرين شي اصلاح سياسي في هذه البلاد راه تيخص تكون عندنا قراءه ديمقراطيه للوثيقه الدستوريه والاختصاصات ديال كل مؤسسه. اليوم راه اليوم لانه بهذا الخطاب فيه واحد الرغبه مبطنه بالاستقواء بجلاله الملك، وهذا خطير. النقطه الثانيه هي انه كل القوانين اللي كنناقشوا في البرلمان كلها كيصدق عليها المجلس الوزاري ونعدلها ونرفضها، وهذا لا تيخلق شيء اشكاليه في العلاقه بين الاحزاب السياسيه وبين المؤسسه ديال البرلمان وبين جلاله الملك. البلاغ ديال المجلس الوزاري تكلم على الاشراف السياسي، وهذه رساله للحكومه، لان البوليميك اللي كان ما بين رئيس الحكومه ووزاره الداخليه هذا البلاغ موجه للحكومه. الإشراف السياسي هو اللي تخلت عليه الحكومة فيما يتعلق بالمشاورات. اليوم كنتكلموا على المسودات اللي تعطت الأحزاب، صحيح تعطت مسودات رغم أن هذه البدعة المسودات هي يمكن لنا نرجعوا لها، ولكن الناس راه قدمت وجهة نظر في واحد عدد القضايا، ما عاود وليتوا رجعتوا للأحزاب السياسية باش تذكروا معها باش تسمعوا وجهة نظر، لأنه شنو هو المشاورات؟ هي كتسمع وجهة نظر وكتعاود ترد عليا الخبار وكنعاودوا نتداولوا باش يمكننا نوصلوا لشي صيغة. أما اليوم
ما يسمى بالمشاورات عند الحكومة هي تجي تعطيك واحد المسودة، تدار واحد المجهود داخل الأحزاب السياسية وتتقدم أجوبة وتتقدم ملاحظات وتتجمع داك الشيء وتجي الحكومة تجي المشروع ديالها اللي كتستقوية بالأغلبية. حنا تكلمنا في اللجنة ديال الداخلية على احترام النظام الداخلي ديال مجلس النواب، نحن وضعنا مقترح القانون في 21 يوليوز وتمت إحالته على اللجنة بتاريخ 23 شتنبير، في حين أن المشروع ديال الحكومة ما جا حتى 1 أكتوبر وتبرمج في 3 أكتوبر. هذا هو النقاش اللي كان قبل ما ينعقد المجلس الوزاري. هذه هي الكرونولوجية ديال الوقائع اللي عرفتها في اللجنة، ولهذا المعارضة تشبتت فقط باحترام النظام الداخلي. اليوم بلا ما نتكلموا على الحقوق ديال المعارضة وكذا، حنا تنتكلموا اليوم غير على احترام النظام الداخلي. إلا بغينا نتكلموا على الإشراف على الانتخابات، اليوم تنتكلموا على الإشراف السياسي راه حنا وضحناه. بالنسبة للجانب التقني واللوجستيكي ديال الوزارة الداخلية كان دائما هو هذا الدور ديال الوزارة الداخلية. وزارة العدل كان دائما هو الدور اللي كان عندها. ما كاين حتى شي جديد فيما يتعلق بها. اليوم النقاش الجوهري هو العملية ديال الإشراف. شكون هو اللي عنده إشكالية في الإشراف ديال هيئة مستقلة على الانتخابات في بلادنا؟ واش هذا تيجي واش هذا يمكن طموح ديمقراطي كبر من الواقع ديال بلادنا؟ ماشي مشكل. يمكننا نقولوا بأنه بلادنا مازال ما وصلتش باش توصل أنها دير هيئة وطنية مستقلة، علما أننا اليوم دول في الجوار اللي عندنا قواسم مشتركة واللي كانت بعيدة ديمقراطيا علينا. اليوم تونس، حنا كنا كنتكلموا هذه أسبوع حنا كنتكلموا عن النتائج الانتخابية في تونس اللي اشرفت عليها هيئة مستقلة. البارح في طقس مهم في موريتانيا 2006 ديال إنشاء مؤسسة المعارضة، البارح تتعين رئيس مؤسسة المعارضة في المجلس الدستوري. إذا اليوم كنا كنتكلموا سابقا على المقارنة مع فرنسا ومع بريطانيا ومع الدول الديمقراطية اللي عندها تاريخ، اليوم حنا تنطلبوا غير باش على الأقل تكون مقارنة مع دول اللي عندها قواسم مشتركة معها واللي كنا كنعتقدوا باننا حنا سابقينها على مستوى المسار الديمقراطي، واليوم هي تتحقق واحد القفزات نوعيه. ولهذا هذا الموضوع ديال الاشراف ما عنده حتى علاقه بالبلاغ ديال المجلس الوزاري، وان الكرونولوجيه كتوضح على ان الاغلبيه رفضت على انها تناقش المقترح. اذا نشوفوا مع الاستاذ القراءه ديالو في هذا الموضوع ديال انا بالنسبه لي لن اتحدث تقنيا وان من الجانب الفكري والفقهي في المنظومه التشريعيه. اولا لابد ان نعرف بان في المغرب نظام البرلماني والانتخابات انه ينتمي الى نظام برلماني ديال التمثيل النسبي، والكل يعرف ذلك. ليس هناك حزب بالمغرب يستطيع ان يشكل حكومه بمفرده، فلماذا التخوفات؟ ايضا لا يمكن لاي حزب كيفما كان في البلاد ان يصنع سياسه الدوله برمتها بمفرده، ولهذا هناك التعددية وهناك المشاركة والحكمة مبنية على هذا الأساس. ولهذا هناك الحاجة الأغلبية في حاجة للمعارضة، ولكن لا بد أن نبني هاته ثنائية والتفاعل على أساس المنافسة البناءة في الاتجاه الإيجابي في الوقت وفي الزمن وفي السياق. أيضا من ذلك يمكن أن أتحدث، لا يمكن انتخابات في المغرب أن تسير بجناح واحد، كاين أغلبية وكاين معارضة، لأن منطقة التداول في العالم بأسره. ولهذا المسائل مرحلية، ما لم يتحقق الآن قد يتحقق غدا. أقول لجميع الفاعلين البرلمانيين في المكونات السياسية، الدستور المغربي ساهمتم فيه جميعا، دستور 2011 ناقشه الجميع، دافع عنه الجميع، ولا بد أن يلتزم به الجميع. هذا الدستور يعطي مكان ما محددة معينة عليا سامية للملك، ورضي بذلك الجميع ودافع عن هذا الجميع. الملك في خطاباته الأخيرة تحدث عن ضرورة تجويد العمل التشريعي وضرورة عدم هدر الزمن، وهذه توجيهات في الفصلين 41 و42، هذا توجيه ملزم للجميع لا مفر. فلا يمكن أن نأتي اليوم من أجل نقطة واحدة سأتعلق، لماذا لم تدافع الأحزاب عن إدراج مسألة الدفاع عن اللجنة المستقلة للانتخابات في الدستور؟ لماذا تركتها إلى اليوم؟ وهذه مسألة استراتيجية أساسية بالنسبة لي، فكان ممكن أن تطرح في الدستور أو تترك، ولا يمكن أن نعطل الدينامية التي
طرحت على أعلى هيئة طرحتها أعلى هيئة في البلاد في التشريع في كثافة تشريعية من خلال نقطة واحدة، لأن سمعت هناك عرقلة، هناك توقف، هناك تأخير، لابد من الارتباط بالجدولة. لا أظن لا من الحكمة السياسية والنضج السياسي، ولا سيما للقياديين السياسيين، ليس حتى للبرلمانيين بكل السمح، أن يعرفوا كيف يحسموا ويلعبوا أدوار استراتيجية في حسم المشاكل، مشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية. هذه مسألة لا يمكن أن تضخم، أنا في نظري الشخصي، أكثر من حجمها. الأستاذة تحدثت على الدستور وأنه يجب التعامل مع يعني المخلفات أو الآثار الانعكاسات الإيجابية على الحياة السياسية لهذا الدستور، وهذا الشيء ما تنشوفوش فيما يقع حاليا. أنا أعتبر بأنه الوقوف على هذا المعطى الذي هو مسألة الإشراف، هل هيئة مستقلة أم الحكومة، أعتبر بأنه تفصيل، وبأن هناك هاجس الأحزاب، هاجز الربح أو الخسارة. الآن هناك أيضا مشاكل أخرى سوف تحضر في وقتها عندما نتحدث عن التقطيع الانتخابي، كذلك سوف يكون هناك مشكل حول هل تحيين أم مراجعة اللوائح، ثم سيكون هناك مشاكل تفصيلية دقيقة هي فقط شكلية لكن هي لها علاقة بما هو أبعد من ذلك، مقاصد هذه العملية الانتخابية، ماذا تريد أو المجتمع السياسي، ماذا يريد بهذه الدولة بالمجتمع المدني، هل يريد أن يصل به إلى تحقيق مشروع مجتمعي يدافع عليه الجميع، أم يريد أن يدخل في هذه التخبطات السياسية بين الأحزاب. ما يقع اليوم بخصوص عملية الإشراف هي جزئية من الجزئيات، لكن لها أهميتها، لها أهميتها. لماذا؟ لأن هناك مشكل أساسي، كما أن هناك مشكل ثقة المواطن في الأحزاب، هناك مشكل ثقة فيما بين الأحزاب، وهناك مشكل بين ثقة بين الأحزاب والحكومة، وهناك مشكل ثقة كذلك بين الحكومة وبين المعارضة إلى غيره، مع كذلك السلطة مع الداخلية اللي بغينا نقولوا بهذا المفهوم. فبالتالي هذا العنصر ديال الثقة إذا لم يكن بارزا في العمل السياسي، عمل الحكومة مع المعارضة أو مع الأحزاب، يعني الحكومة أو المعارضة، أعتبر بأنه سوف ينعكس ذلك سلبا على المشاركة السياسية التي ستأتي فيما بعد للمواطنين. فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتبر بأنه يجب استحضار استراتيجية الانتخابات السياسية المقبلة. لماذا؟ لأنه فيها نوع لا تحترم، يجب أن تحترم المقاصد ومتطلبات العملية الانتخابية الديمقراطية. نعم سي رضا، جاوبك سي باش تتفق، ما غاديش تكون تتفق مع الطرح ديالو بأنه الحسم الملكي في الموضوع لا يعني عدم الاجتهاد من طرف السياسي. طبيعة الحال لا أتفق معه، وإن كنت أتفق معه في كثير من الأمور. أما موضوع طريقة بشرح السعادي الحمزة صديق، يعني بعيدة جدا على ما الذي وقع، لأنه في الواقع أنا قبيلة قلت غرجة واحد النقطة أساسية. نعم. إخوة المعارضة دائما كيطرحوها في حقها سنقول لها واحد الحل، وهو موضوع المقاربة التشاركية. يعني الحكومة أعتقد إذا كانت شي حكومة في تاريخ الحكومات اللي عشنا اللي كتحاول دير مقاربة تشاركية في كل المجالات، ربما هي الحكومة هذه. يعني لا من إصلاح منظومة العدالة ولا المجتمع المدني ولا قضية متعلقة إصلاح الجبايات، ولا دائما هناك إشراك لا المجتمع السياسي ولا المجتمع المدني، عاد كنوصلوا واحد النوع، وفي آخر المطاف هناك أغلبية وهناك معارضة. ولكن فيما يتعلق بالقوانين المؤطرة على العملية الانتخابية، أنا أتفق أن خص يكون في واحد التوافق، لأنه بحال كنلعبوا واحد المباراة ديال الكرة، خص كل شيء يكون شوية متفق. زعما حنا ما، ولهذا يجب أن نصفق لهذه الحكومة، حيت حنا عشنا السعادي الحكومات السابقة، ما كناش كنعرفوا شي مسودات، حنا كنا في المعارضة. نهار واحد كيجينا اتصال أو بالهاتف وتيتقال لنا ديروا مذكرة، كنوليو نديروا مذكرات. أنا صوب من الناس اللي صوبوا مذكرة الأولى الحزب، مذكرات كنهضروا فيها على التاريخ، على الجغرافية، على ما تعرفوا كاع باش غنبداو. اليوم كتعطيك واحد المسودة كتنطلق منها، كتجي المقترحات ديالك، كتعطيك مدة طويلة ما كيوصلوا، بحال مثلا ما يتعلق بالألم الجهوية مثلا،
لحد الساعه مازال ما جاش المشروع هناك المسوده، ما يتعلق بالجماعه الترابيه لازلنا في المسوده، ما يتعلق بالاقاليم والعمالات لازلنا في المسوده. علاش؟ لانه المشاورات المفروض تكون مستمره، ولكن اللوائح الانتخابيه الاشكال اللي عندنا ما تيمكنش يبقاو ننتظروا. الاخ طرح موضوع كرونولوجيه، انا غير باش قبل ما نرجعوا للوائح غير باش نبقاو في الاشراف. سي عادل بن حمزه تيقول حتى كمثال، حتى كمثال، اما الاشراف، اما الاشراف، الاشراف على الانتخابات الحالتين كاينين في العالم. حتى المقترح القانون ديال قدموا الاخوه المعارضه، قانون المقترح القانون المحترم، راه يشير الى الدول الديمقراطيه اللي 53% كدير لجان مستقله، وثم 20% اللي فيها يعني اشراف حكومي مباشر، و23 فيها اشراف حكومي مع دور لهيئه مستقله، يعني واحد 47% تقريبا، واحد النصف راه ماشي كلها كدير هذا. وداخل هذه الدول راه ليست كل دولة، ليست كل دولة فيها لجنة مستقلة فهي دولة ديمقراطية، والعكس صحيح. راه دابا الديمقراطية هي راه فلسفة وهي صيرورة. اليوم الحمد لله عندنا واحد الحاجة جديدة في المغرب، اش كتسمى؟ كتسمى دستور 2011. دستور 2011 أنا كنشكر السي إدريس اللي ذكر بقضية ديال المكانة الكبيرة اللي كرسها الدستور، الدور ديال جلالة الملك والأبعاد الدستورية ديالو. ولكن الدستور كذلك اليوم كرس واحد المكانه كبيره لمؤسسات رئاسه الحكومه. كاين فرق بين الوزير الاول سابقا، اليوم رئيس حكومه. ملي تنقولوا التنزيل الديمقراطي للدستور، والاخوه المعارضه ديما تيقولوا اكيد تيواخذوا على رئيس حكومه في بعض الحالات انه تخلى على صلاحيات. ايوا سيدي بسم الله نبداو بالانتخابات. على ذكر هو عفوا من المسائل اللي اثار بانه رئيس الحكومه عبر واحد المره على انه من انشغال ديالو ان الداخليه هي اللي تشرف على الانتخابات. فعلا رئيس الحكومه عمره ما تخلى على الصلاحيات ديالو الدستوريه حتى في شي مناسبة، ولكن موضوع انتخابات وقع فعلا واحد النقاش صحيح نعترفوا به، داخلية رئيس حكومة. هذا الموضوع هذا اللي وقع في الواقع، عندما نقول أن المجلس الوزاري أصدر بلاغا وليس استقواء، هذا وصف واحد الواقع. كان يمكن ذاك البلاغ ما يكونش المقترح القانوني تقدم، إشكالية ماشي إشكالية كرونولوجية، راه خص توافق. راه دابا هذه ثورة، لأن هذه مقاربة جديدة كنت غنشير لها، سبقني لها السي إدريس، وهو الموضوع ديال المذكرات ديال الاحزاب السياسيه فيما يتعلق بالاصلاحات الدستوريه. راه هذا الموضوع كنجيبوا المثال ديال تونس، مزيان، راه تونس دازت ثوره ودازت مجلس تاسيسي اشتغل في الدستور وطول بزاف باش يخرج باقتراحات، واتفقوا دستوريا انه خص تكون واحد الهيئه مستقله للاشراف على الانتخاب. حنا هادشي ما عندناش، هذه خصها تكون مدستره من الاول ونوضوا نناضلوا عليها، هادشي ما تداش. اليوم حنا في 2002 كحزب العداله والتنميه كنا كنتمناو ان اللجنه الوطنيه لتتبع انتخابات اللي عشناها بغيناها تعاود تحيا، ما هضر عليها حد. ملي طلعت الحكومه في 2002 مشات، جينا انتخابات 2003 قلنا يا ربي ترجع باش نقدروا نهضروا شويه حتى حنا على مجموعه، ما هضر عليها حد. جات 2007 اللي هي انتخابات تشريعيه، قلنا ربما ان سيتم احياء هذا، ما هضر عليها حد. جات انتكاسه ديال 2009 اللي كانت انتخابات انتكاسه بالنسبه لبلادنا، ظهور التحكم في الحياه السياسيه، نفس الشيء. ملي جات 2011 جات حاجه جديده، جات شنو هي؟ هي دستور متقدم يعطي لرئيس الحكومه صلاحيات جديده. نعم. خصو يمارس المهام ديالو، خصنا نقولوا نعم إذا كانت أخطاء أو كان إقصاء المعارضة متعمد، طبعا هذا الشيء مرفوض لأن الدستور عطى واحد الدور متميز للمعارضة. لا المعارضة البرلمانية ولا المعارضة بصفة عامة، إلا قريتي غير الفصل 10 ديال الدستور ستجد أن المعارضة لها مكانة متميزة، وجلالة الملك في خطبه نعم فاتي يؤكد ذلك. ولكن رئيس الحكومة عنده إشراف سياسي. أنا السي عبد الرحمن حضرت في الانتخابات السابقة في ماشي اللجنة الوطنية، كانت مشاورات من الأحزاب السياسية اللي كان فيها السيد وزير الداخلية تيجلس والأمناء العامين الأحزاب تيقدم بما فيهم الوزير الأول الله يذكره بخير السي عباس الفاسي كأمين عام، وهو وزير أول. كان خلل. اليوم رئيس الحكومة كيتحمل مسؤوليته، هو صرح انتخابات غتكون نزيهه وشفافه وسيتحمل مسؤوليته في جميع الحالات. نعم، ولكن تما حضرتك عفوا دعيتوا لانشاء هيئه مستقله للاشراف ملي كان عندكم واحد مخاوف من تزوير الانتخابات. انا حكيت السيره التاريخيه، قلت في حكومه التناوب ملي دار ميثاق الشرف 28 فبراير كان سياق معين، ما نهضرش على السنوات اللي دزنا ديال الثمانينات والسبعينات، هذاك تاريخ. اذا جات واحد الرغبه في واحد الدستور معين اللي باش الاحزاب السياسيه تشعر بانها واحد الاطمئنان باش توقع المشاركه. كان دور القضاء كان كلشي كيطالب به،
كانت طبعا ديك الساعه السيطره ديال وزاره الداخليه بواحد الشكل ايام المرحوم ديال الصفري الله يرحمه غير كانت سياقات معينه. بلادنا تطورات بشكل كبير جدا. يكفي نقول انه على جميع المستويات كتلقى هناك تقدم على مستوى القوانين، لان ملي تنقول الان اللوائح راه هناك جديد لوائح انتخابيه ومراجعات ومكثيره الدات. جينا اليوم بعد دستور 2011 انا كنظن انه نحن في الحاله ديال الدول الديمقراطيه اللي كاينه اللي فيها الحكومه تشرف، وهذا لا يعني ابدا انه تراجع الوراء او انه عدم تنزيل المقتضيات الدستوريه. سي عادل، اذا تيقول الظروف ماشي هي ديال انشاء هيئه، لان في ظروف ما بعد دستور 2011 ما يمكنش يكون يعني لزوم لهذه الهيئه هذه. اولا لا بد فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال الدستوريه وعدم الدستوريه ديال الهيئه، ان الدستور في الماده 11 ديالو تيحيل على القانون في كل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه، وبالتالي حنا طبقنا الدستور فيما يتعلق بتقديم مقترح قانون يتعلق بهيئه وطنيه للاشراف على الانتخابات. اذا اولا هذا الموضوع ديال الهيئه ماشي موضوع جديد، تتعرفوا بانه ملي كانت اللجنه الوطنيه لتتبع العمليه الانتخابيه 92 في 96 الكتلة جابت مقترح على أساس أنه اللجنة تحول وتعطاها طابع مؤسساتي قانوني. طبعا الحال هذا التطور ديال العملية ديال الإصلاح السياسي في بلادنا ما تتوقف شيء عند فقط رئيس الحكومة أو الاختصاصات واش تيتخلى ولا ما تيتخلاش، هذا نقاش واحد آخر. فيما يتعلق بالانتخابات خصنا نعرفوا بأنه الإشكال الأساسي اللي كان في بلادنا هذه يعني منذ أول انتخابات بداية الستينات هو الإشكال ديال نزاهة الانتخابات، وهذا الموضوع يجمع عليه السياسيون أو الباحثون في الداخل والخارج. وحنا لما كانت المذكرة ديال الحزب، يمكن لكم تطلعوا عليها المذكرة ديال الحزب فيما يتعلق بالنقاش اللي كان مع اللجنة الاستشارية الملكية لوضع الدستور ديال 2011، قلنا بالحرف قلنا لهم خذوا الدستور واعطيونا انتخابات نزيهه، واعتبرنا ان اللي فرغ الدساتير السابقه في الجوانب المشرقه ديالها من معناها هو التلاعب العمليه الانتخابيه وخلق مؤسسات صوريه اللي كيف قالت الاستاذه مست بالثقه ديال المواطنين فيها وفي الفاعل السياسي. خصنا نكونوا متفقين كسياسيين وكباحثين على انه في هذه الخمسين سنه اللي تقدم في يعني في امام الراي العام باش يتحمل يعني الخيبات ديال الاصلاح في البلاد هو الفاعل السياسي، هو الفاعل الحزبي، علما انه على المستوى مثلا الجماعات المحليه تنعرفوا الدور المتعاظم ديال السلطه المحليه ديال الولاة وديال العمال، في حين انه اللي تيتقدم للمحاسبه هو المنتخبين. هذه عمليه فيها خلل، فيها مس بالديمقراطيه المحليه. اذا حنا ملي تنتكلموا على 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 الهيئه هذا تقدير، يجب احترام هذا التقدير، لانه حنا واحد البلد مازال متعثر في عمليه الانتقال ممتده، هي عمليه انتقال طويله وهي طبيعيه، لان عمليه الانتقال فيها مد وجزر وما فيها شيء كليشي ديال واحد الدوله كتطبق نموذج معين، وهذا الشيء كله كنعرفوه في تجارب الانتقال الديمقراطي في الدراسات المقارنه. وتنعرفوا بانه هناك واقع في بلادنا ما عندنا لاش نخفيوه. عندنا واقع ديال الاداره الترابيه اللي تيحكم في الرباط راه في الرباط، ولكن الواقع ديال القلاع اللي تصوبت في الاقاليم وفي المدن اللي فيها فساد وفيها تحالفات ديال قوى غير ديمقراطيه. ولهذا اليوم الى تنتكلموا بمبدا الاستفتاء الزمني اللي يشرف على انتخابات 50 عام هذه وزاره الداخليه ماشي شي حد اخر. و 50 عام هذه الطابع الاساسي ديال الانتخابات هو عدم النزاهه، والاستثناء هو النزاهه، بمعنى انه اعطينا الوزاره الداخليه ما يكفي من الوقت باش يمكن لها تشرف على الانتخابات تكون تليق بالمغاربه وتليق بالاراده ديال الاصلاح اللي عبر عليها جلاله الملك. وانا لابد ما نرجعوا للخطاب ديال مارس، ما تستثنيش انتخابات ديال 2012، ما كنستثنيش انتخابات ديال 2011 هناك طبيعه الحال لم يكن هناك طعن سياسي، لا ما تستثنيش انتخابات ديال 2011 لان المساله مرتبطه
بالفاعلين على المستوى المحلي المتعدد، فيهم فاعلين حزبيين، فيهم نخب اللي ولات وظيفتها هي الوساطه في الانتخابات، فيهم رجال سلطه، فيهم واحد العداد، اذا واحد التركيبه اليوم، وهادشي كله تنعرفوه، ما عندنا علاش نخفيو ديال الحقيقه، كل جيتي عارفها. اذا هذا المسار ديال الاصلاح، ونرجعوا للخطاب ديال جلاله الملك في مارس، جلاله الملك بارادته تخلى على مجموعه ديال الاختصاصات لفائده رئيس الحكومه، لانه في الدستور ديال 96 كنا امام وزير اول، كنا امام مجلس حكومي عباره عن تفرق الغا كل اسبوع، المراسيم هي الاخرى كان خصها تنتظر المجلس الوزاري باش يمكن لها تدوز. اما اليوم نحن في وضع اخر، بواحد الاراده ديال الاصلاح، بواحد التراكم اللي وقع في بلادنا، ولهذا امنا بان عمليه الاصلاح هي عمليه ممتده في الزمن. اليوم نعتبر ان الهيئه الوطنيه للاشراف على الانتخابات هو جزء من هذا التراكم في عمليه الاصلاح. ولهذا اليوم التجارب كلها، يعني لا استثنينا الأنظمة الديمقراطية اللي جات ممتدة من نهاية القرن 19 ونهاية القرن العشرين، كل التجارب الأخرى اللي عرفت مرحلة ديال الانتقال الديمقراطي كلها تقريبا ما تنعممش، ولكن واحد نسبة كبيرة جدا كتعرف وجود نعم. مؤسسات وطنية. الأستاذ نشوف معك كيف قلت كامل في الأول بأنه مسألة القوانين الانتخابية خصها تكون مجال توافق يعني في الأخير لأن تهتم الجميع الأطراف. واش في رأيك كاين واحد نقطة اللي يمكن يوصلوا لها كاملين، ولا أنه ميؤوس من أنه يكون توافق حول المسألة؟ ليس هناك اليأس، لأننا نتحدث عن تطور وعن تراكم إلى آخره. بالنسبة للنقطة، أنا لا أريد أن يفهم بأنني أرخص قيمة أي مقترح. مقترح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا مقترح حيوي استراتيجي حاسم بالنسبة لتعزيز الديمقراطية في بلادنا وتأمينها، وأيضا لإعطاء الشرعية للانتخابات، وأيضا لتوسيع قاعدة المشاركة واسترجاع الثقة ومأسسة الحياد والموضوعية لهذه العملية النبيلة. ولكن لا ينبغي أن توضع في سياقها الزمني وتشحد لها كل القوى والعزم في لحظة، ليس في سياق زمني كثافة قوانين مطالب وحاجيات مجتمعية انتظارات كبيرة ونأتي له ثم لا تطرح بمفردها. أنا في نظري لا ينبغي، سأذكر إذا ما تحدثنا عن نزاهة وعن تشكيك في الانتخابات ونزاهة، أيضا حزب العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة قبل الانتخابات شكك في النزاهة وقال ما قال ودخل في تهديد أيضا، كأن يكون هذا تاريخ، ولكن بعد ذلك كانت نزاهة الانتخابات وأعطت نتائج. هذا لأن ذكرت بأن أودي راه ممكن تكون نتائج في صالح جهة معينة وفي موقع معين، فلماذا التخوف؟ هذا اللي شاروا الخطاب الملكي الأخير. نعم، لماذا التخوف؟ عندما يصفق لأن النتائج تكون لصالحه ويشكك عندما لا تكون في صالحه. الهاجس هو النتائج. نعم، ثقوا بي بأنه ماشي الهاجس هو النتائج. الهاجس هو، أنا نقول لك ماشي بعيد أكثر من هاجس، حنا طرحنا أكثر من هذا. يا كسيدي إلى هذا الشيء ديال الهيئة مازال ما نجاتلوش البلاد، كاين مشكل. تمشي معنا الأغلبية في تجديد اللوائح الانتخابية؟ هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر. ماشي هذا، أنا تنتكلم على الجوهر ديال العملية ديال النقاش. هذا كان محور ثاني. أنا غير بدون مشكل. غير نرجعوا للوائح. أنا تنتكلم على أنه ماشي الهاجس هو النتائج. هو الآليات. أنا لا أتحدث حتى عن النتائج. الآليات. أنا قلت في البداية شوفوا إلا خسرتي اليوم تربح غدا. هذا هو مرحلة خمس سنين وتمر، لأن كاين المراقبة الشعبية. فوالا هذا هو. المراقبة الشعبية كما كاين المراقبة التشريعية والحكومية ومختلف الرقابات، كاين المراقبة الشعبية في الانتخابات اللي كتقول الكلمة ديالها. وبالتالي لابد من شيء من الاطمئنان والحكمة من أجل إحداث التوافق. ليس مثلا ان نستمر دائما في كل الانتخابات في التخويف وفي التهديد وفي العرقله، لان المواطن هو اللي كيضيع. لابد ان يكون شيء من التنازل، لابد ان تكون هناك شيء من التسويات. واقول لك انا هاجسي في المغرب هو استرجاع القوه ديال الاحزاب السياسيه في البلاد. واش الاحزاب السياسيه في البلاد ديالنا ونقشها سواء في شرعيات القيادات، حين تكون شرعيه قيادات مطعون فيها، حين تكون تنظيمات
متآكلة مخربة مشتتة متصارعة، حين لا يكون هناك مشروع عند الحزب، لا يكون هناك برنامج عند الحزب، لا تكون هناك رؤية استراتيجية دقيقة، لا تكون هناك محددات، لا تكون هناك قدرة على التعبئة الجماهيرية. نعطيك القوانين ونعطيك اللجنة المستقلة وليست لديك قدرة. حين تتحدث يتحدثون الآن مثلا عن اللجنة وعن الشفافية وعن النزاهة عن الجميع وعن الديمقراطية وتأثير النموذج المغربي الإيجابي مثل مثلا تونس أو غيره، ولكن نعرف اليوم بأن الجميع يبحث عن أصحاب رأس المال اللي غادي ينجحوا في المكان وفي الزمان ويوزعوا الأموال. هل المغرب ينبغي للأحزاب أن تدافع؟ هل نحن اليوم في حاجة إلى الدفاع عن رأس المال والاقتصاد والتجارة وهو الذي يكون المحرك الأول والفاعل في العملية السياسية، أم ندافع عن التحريك الاجتماعي المجتمعي والدعم للفئات الفقيرة والمحتاجة؟ هذا هو المشروع المجتمعي المستقبلي، لأن الاستثمار في الموارد البشرية ورفع هاجس كل الأشياء البائسة في المغرب، الفقر، البيئة، التلوث، كل هذا. هل هناك مشاريع دقيقة لدى السياسيين؟ هذا ما ينبغي أن يشكل الهاجس. أما والقوانين، نعم، هي من أجل الاطمئنان شيئا ما على نزاهة النتائج، وهنا يحصل التراكم. حين أجد أن المشهد السياسي هناك سلوكات، هناك تصرفات، هناك عدم نضج، هناك أشياء كثيرة تسيء، والآن يتلقاها المواطن بشكل سلبي، الحديث عن اللجنة الوطنية المستقلة يظل مستحيل وصراب ومستبعد. نعم، غير نذكر ما جاء في الخطاب الملكي السامي بهذا الخصوص، أن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل مجالا للتنافس السياسي بين البرامج والنخب، وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية. فضليل. نعم، في الحقيقة يثيرني هذا النقاش لأنه هناك جانبين. الجانب الأول هو سياسي محض، له علاقة بتموقعات الأحزاب وعلاقتها بالسلطة السياسية وممارسة السلطة السياسية، ولكن هناك جانب آخر هو علاقة، كما قلت في السابق، تلك الكتلة الناخبة. المواطن ننظر إليه كأنه كتلة ناخبة، نقطع، يعني نقوم بالتقطيع لكي نضمن الأصوات، نقوم بتحيين أو تجديد أو لكي نضمن الأصوات، لكن لن نتجاهل الواقع السياسي الحالي. الأستاذ يعني تكلم عن الواقع السياسي، وحقيقة هو أنه المواطن العادي والسياسي وأي يعني أي شخص من الداخل أو خارج يعلم بأن هناك فساد سياسي، بأن هناك ضعف في الأحزاب السياسية، هناك تآكل وتهالك الأحزاب السياسية. وإحنا الآن عندنا رهان، هل سوف نجدد النخبة؟ هل سندخل بمشاريع حقيقية؟ هل سوف ندخل في سياسة التقاطبات؟ أم سوف نفتت هذا المسرح السياسي وسوف نخرج، يعني نخرج من هذه المعركة يعني ضعفاء، وبالتالي ينهزم المواطن أمام مشاكله الاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك؟ فيجب أن أذكر بأنه قبل كل انتخابات، يعني لجينا نشوفه، كنشوفه بأن تغير الدساتير، يعني في الدستور ديال 70 72 ديال 92 96 وديال، يعني كان هناك بعد التغيرات التي تمت على مستوى القوانين في 80 وتم انتخابات 85، بمعنى دائما نغير القوانين، لكن الواقع هو بمعنى اننا من تلك المرحله، انا اعتبر يعني من 75 الى الان اعتبر بان تلك المرحله الاولى كانت احسن من هذه المرحله. ولو أننا اليوم عندنا دستور يضمن الحقوق من خلال الفصل 11، يضمن حقوق المواطنين وأدمج مجموع من التفاعلات، سواء على مستوى ذلك المنظور التشاركي، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الجالية في الخارج، على مستوى المناصفة بالنسبة للرجل والمرأة، على مستوى يعني تقليص السن بالنسبة للشباب وانخراط الحياتي، كل هذه الحقوق هي احنا الان في مرحله صنع هذه الاليه، تفعيل الدستور من خلال مشروع قانوني. احنا دخلنا في المشاكل المباشره، غير بدينا كنوجدوا في هذه القوانين هذه وفي هذه الاليه، بدينا كندخلوا في مشاكل. لماذا؟ لان هناك تراكمات عبر السنين، تراكمات، لان هناك مجموعه من التكتلات على مستوى ومجموعه من التمركزات ديال مجموعه من مصادر القوه بالنسبه لبعض الاحزاب. الى الان
أعيد النظر في هذه الخريطة هذه فسوف تتهالك، لأن ما بقتش عندها شرعية لدى المواطن. فالآن يجب إعادة، يجب التفكير في حل الذي يمكن أن يدخلنا إلى مرحلة جديدة من خلال عدم تفكيك يعني الكلي. لماذا؟ لأننا محتاجين واحد العملية ديال الاستمرارية في الزمن. هناك مسألة أخرى ذكرها الأستاذ، وهي مسألة ديال أن بأن كانت هناك السلطة الوصية أو معناها كانت هي المسؤولة الوحيدة، لم يكن هي المسؤولة الوحيدة فيما يقع في المغرب. المسؤولية كذلك مسؤوليتها ومسؤولية الأحزاب السياسية كذلك التي لم تكن حاضرة حضورا تاما ولم تكن تمثل المواطن. والآن المواطن يتساءل على من سوف يصوت. هذا هو المشكل، أن الهاجس الأساسي عندي هو بعد أن نضع قانون انتخابات وبعد أن نقوم بالتقطيع وبعد أن نحين أو نجدد هذه اللوائح، أين هو المواطن الذي سوف يصوت؟ هذا هو السؤال. العملية وعلى من؟ العملية الآن كاين اللي يقول بأنه الأجندة الانتخابية ما غاديش لن تتم احترامها لأن المسطرة التشريعية معقدة، وربما هذا الشيء اللي تنهضروا عليه هو اللي يمكن يزيد اخر. لا لا بالعكس، طبعا اللي يمكن المشكل اللي يمكن يوقع، ولكن انا كنعتقد انه لن يقع، انا شخصيا كنعتقد لن يقع، هو اذا استمرت واحد النوع ديال العرقلات على مستوى العمل اللجان ديال البرلمان، لان ماشي اللجنة الداخليه فقط، هناك شعور بانه هناك محاولات لعمليه تبطئ ان صح التعبير العمل العادي التشريعي، ولكن يصعب في هذه العمليه الانتخابيه بالضبط. هناك اجنده محدده الان، وبالتالي يمكن بعض التسخينات تكون، ولكن نقول لكم بكل صراحه راه كاين شي امور زعما المآل ديالها ما باش نقول الفشل، ولكن يصعب هاد لي الذراع في الوقت اللي ما باش نعاود نرجع للموضوع الحسم في الموضوع، ولكن الان لسنا موضوع كيتعلق بالتوافق، حنا الان في موضوع مقترح نسميه توري ولا مقترح اخر مغاير للمسار اللي غادي عليه. الاخ او الاخت اشرت للموضوع استمراريه في الزمن، واحد الاستمراريه وعدم النقلات. الان نتحدث عن لجنه وطنيه، هذه رساله، هذه واحد الرساله كتقول حنا ما تيقينش في الاشراف يكون ديال يعني رئيس الحكومه بهذا الشكل، لانه ناخذ غير الماده 13 مثلا من مقترح قانون ديال الاخوان في المعارضه، يعتبر رئيس الهيئه الوطنيه ممثلها القانوني امام السلطات العموميه والمحاكم والمنظمات والهيئات الوطنيه والدوليه والناطق الرسمي بها. نحن امام شكل اخر، ما بقاش كنهضروا على موضوع التوافق في بعض القوانين. شنو هو التوافق؟ التوافق هو مثلا كنحطوا القوانين الانتخابيه يمكن نختلفوا. نعطي امثله فقط لو سمحتي استاذ الرحمن، امثله سريعه ما يتعلق بالانتخاب باللائحه والانتخاب الفردي. راه كان واحد النوع ديال التوافق شحال هذه، ملي وصلنا ل 35000 فما فوق، 35000 سكان فما تحت الفردي، الفوق يعني اللائحي، رغم ان داك الشيء كيعطي ان اللائحه كتولي مقلصه. تيمكن نقول لهذا الشيء خصنا نتقدموا ونوسعوا اللائحه، علاش ما نشوفوش واحد ديك 35000 نتفقوا نردوها 25000 ونشوفوا احصائيا ما تعطي، هل داك الشيء يؤثر؟ ام العتبه هو نقولوا ما يمكنش، راه هناك احزاب صغيره ما يمكنش تقصيها، اذا ما يمكنش دير عتبه كبيره ونتفاهموا مع احزاب كبيره والاحزاب الصغيره. هذا التوافق. الموضوع ديال كيجي دستور وكيعطي صلاحيات لرئيس الحكومه اللي ما بقاش وزير الاول، وكندخلوا في واحد المنطوق ديال خصو تنزيل الدستور، واحد المفهوم جديد، ونجيو في هذه السياقات ونجيو وبعد ما تعطات المسودات الاولى ديال مجموعه المشاريع ديال المشاريع القوانين الانتخابيه، وتجي لجنه وطنيه ويتم اما غادي تدوز او غنقطعوا او غنسحبوا. هذا كان ليس اسلوب يعني لائق، وراه شهدنا سبق لنا شهدنا انسحاب الاخوان المعارضه في مناسبات اخرى تتعلق بالاسئله الشفويه لرئيس الحكومه، الاسئله الشهريه، وراينا الحكم ديال المجلس الدستوري فيما يتعلق بهذه النقطه، فيما يتعلق بالحصه الزمنيه. انا كنظن خاص نوع من التفاهم بكل صراحه، نوع من التفاهم اللي يعتبر على المصلحه باش الصيروره ديال العمل تمشي بشكل عادي، الاشراف تحسن فيه. هل الان النقاش كان على كل حال وزير الداخليه حسب معلوماتنا هو التقى بالاحزاب السياسيه والتقى بالمعارضه، وكان لقاء صيفي مع الاخوان ديال الامين العام حزب الاستقلال والامين العام ديال الاتحاد الاشتراكي. هذه الامور لا شك انها كلها خاضعه للنقاش والنقاش مفتوح، ولكن الان موضوع الاشراف عندما حسم سيظهر للمواطن اننا ربما دخلنا في تسخينات انتخابيه اكثر منها يعني عمليه، ولذا اقول ان موضوع الاشراف حسم بصفه نهائيه، وتبقى طبعا النقاش في قضايا اخرى ممكن
ان يكون. على كل حال هذا فقط كان في توضيح باش نوضحوا الموضوع الاشراف، ولكن السؤال ديالك المتعلق بالاجنده الانتخابيه، اليوم ما عندناش خيارات، لانه اللهم الا بينا نقولوا ان بلادنا احنا زعما غادي نغامروا، احنا كمعارضه نقولوا هاد 2015 ما تكونش انتخابات كاع، والغرفه الثانيه المهم كنظن هذه اما الاخوان غيقطعوا، وهذا موقف يمكن يعبر عليه، هذا حنا دابا ديمقراطي، انت اما اللي كانوا غيشاركوا راه عندنا استحقاقات تتعلق بالاخر ب غنوصلوا لتغيير طبعا الغرفه الثانيه وفق مجموعه الاجنده. فاذا انا كنظن انه العامل الزمني سيكون محدد في هذه الاستراتيجيه. اذا سي عادل، واش مستعدين لهذا التفاهم؟ واش متمسكين بالمواقف ديالكم؟ شنو اللقاءات مع وزير الداخليه؟ اولا السي عبد الرحمن، خصنا نكونوا واضحين في واحد القضيه، حنا راه تنتكلموا على واحد المسطره ديال التشريع، هذا واحد النظام داخلي تيحكمنا، أجندة عند الحكومة ولا ما عندهاش هذه شغالها، راه المخطط التشريعي ما دايرينش فيه هذا الشيء أصلا، شكون واضحين. ولهذا حنا جبنا مقترح قانون قبل من المشروع ديال الحكومة، هذا الشيء تنذكروا فيه، نحن لا نطلب أن تكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أو لا تكون، أو لا تكون انتخابات. لا ماشي هادشي السي رضا، هادشي وقع الان. لا ماشي هادشي اللي وقع. لا دابا ما عليك انسحاب، انسحاب من الداخليه. لا ماشي هادشي، لا انسحبنا على ودي تاع الخرق ديال النظام الداخلي. لا ايوا اسمح لي السي رضا، غير اوفيسيال. لا ايوا هذا الجوهر. لا هذا الجوهر راح تنوضح، لانه كيف يعقل ان واحد المقترح موضوع قبل من المشروع وتيتبرمج المشروع في المناقشه العامه والتفصيليه قبل من المقترح؟ هذا كما مقترح اخر ديال اللوائح. لا مقترح ديال الهيئه. عفوا، لا توضيح في الماده جوج. لا غير ما يكونش، غير اسمح لي، لا ما يكونش خلط على المواطن. المشروع اللي طرح يتعلق باللوائح، مراجعه اللوائح الانتخابيه. اللوائح الانتخابيه، اما المقترح يتعلق بتاسيس هيئه وطنيه مستقله. ايوا خصك تقرا سي رضا المقترح. لا مقترح هو قدام. هو حيت حنا في المقترح عطينا الاختصاص ديال الاحصاء الانتخابي وديال الاشراف على الانتخابات، عطينو الهيئه. الثوره هذه يعني هذا. لا الا شوف الثوره ديمقراطيه، مرحبا اللي بغى ينخرط فيها مرحبا، اللي ما بغاش ينخرط فيها شكون. ستوافق لا دابا حنا تنتكلموا على اطار القانون، حنا دابا مازال ما وصلناش نديروا توافق سياسي. حنا تنتكلموا اليوم غير على حقنا في التشريع. منهجيه. لا القانون، النظام الداخلي ديال المجلس، حنا ما تنطلبوا الان حتى شي حاجه من هادشي. يعني دوز ويترفض من الاغلبيه مثلا؟ لا، الا بغات ترفضوا الاغلبيه ترفضوا، اقتنعت به تعدلوا، ولكن باش تقول لي هذا خليه هنايا حقا، لانه انا عندي مشروع وعندي فيه اجنده زمنيه. ايوا كيفاش بغيت تحط المؤسسه التشريعيه تحت اكراه ديال الزمن اللي انت اللي تتحمل فيه المسؤوليه؟ ولهذا حنا تنتكلموا من هذه الزاويه. الموضوع اللي تيتعلق بالاحزاب السياسيه والاختصاص ديال الاشراف، واش الاختصاصات ديال رئيس الحكومه هي الاشراف على الانتخابات؟ واش حنا غنختصروا هذا الدستور كله في هذه الصلاحيات اللي عطينا رئيس الحكومه في الاشراف على الانتخابات؟ لا زعما عجيب. لا ما قال هذا. لا المضمون ديال الكلام ديال كسير هذا هو عنده خصوص كثيره، ولهذا اليوم عنده التعيين في المناصب الساميه وعنده الاشراف. عاوتاني التعيين في المناصب وعنده خصوص كثيره. ماشي هذا هو المشكل البلاد، ماشي هو التعيينات وداك الشيء. لا البلاد ديال الارقام اللي هي سيئه في المشكل البلاد، راه هو التسليم الداخلي وفي البطاله، وهي الاشكالات اللي كاينه في البلاد اللي خاص الحكامه والقياده ديال الحكومه تكون باينه فيها. صحيح مشكل البلاد راه بالنسبه للاحزاب السياسيه، انا ما كنستغرب، راه الدوله الديمقراطيه هي دوله الاحزاب. صحيح، كاين شي دوله ديمقراطيه بلا الاحزاب السياسيه؟ وما يمكنش هي الاحزاب السياسيه تولي فرجه ديال الجلد، خاصها تنزل شي شويه للواقع وتعيش الواقع. تنتكلموا على الاحزاب السياسيه، شنو الامكانيات المتوفره لهذه الاحزاب السياسيه اللي كنتقدوها احنا اليوم؟ اتفق معك. اليوم مجموع الاحزاب السياسيه ما عندهاش قيمه ديال فريق في كره القدم في البطوله الاحترافيه في المغرب، ونسائل الاحزاب السياسيه كل نهار. الكلام صحيح. اليوم تنطالبوا بها، اليوم انت خصك تطالب بها، ماشي تجي لواحد البرنامج باش تجد الاحزاب السياسيه، لان هذا يحقق واحد المتعه عند واحد الجزء من المتفق. اسمح لي الله يخليك. اليوم الاحزاب السياسيه، هذه الاحزاب هذه راه ما جاتش وبقات صامده في هذه البلاد غير هكاك. هذه الاحزاب دارت نضالات طويله باش تبقى حيه اولا. ولهذا كنتكلموا اليوم بواحد البروده على المشهد السياسي وعلى الاحزاب السياسيه. اليوم هذه الجماعات كاين شي رئيس جماعه كيسير شي حاجه اللي كتقول لي اليوم القيمه ديال الاحزاب السياسيه والسياسيين؟ ماشي نورمال، هذا طبيعي. اليوم مواطن لا بغى شي حاجه تمشي قضيها له القيد، وتمشي قضيها له العامل،
وتيمشي يقضيها له المقدم وتيمشي يقضيها له الوالي. اليوم المنتخب ما عنده اختصاص، تيجمع الزبل الا قدر مع التدبير المفوت حتى هادشي ما بقاش عنده. خصنا الا كنتكلموا على الاصلاح تنتكلموا باش نعزوا المكانه ديال المنتخبين. اليوم هاد المسودات اللي جات بها الحكومه، واش هذه مسودات تتليق بالطموح ديالنا فيما يتعلق بالاختصاصات ديال المجالس؟ لا على مستوى الجهه ولا على مستوى المجالس. ولهذا حنا تنقول العمليه ديال الاصلاح هي عمليه عميقه جدا، عمليه افقيه وعموديه للجميع تتحمل فيها المسؤوليه، تتحمل فيها الجامعه كتحمل فيها المسؤوليه، الناس تثق في الجامعه. كنتكلموا على الناس تثق في الاحزاب السياسيه، الناس ما تثقش حتى في النشره الجويه. راه هذا هو الاشكال اللي كاين اليوم في البلاد. لا تثق واليوم لا اسمح لي، حيت اليوم طاحت الشتاء من بين البرامج الاكثر حيت اليوم مشاهده. لا حيت الناس مقاربه علميه. لا سي محمد، حنا اليوم الله يخليك، خصنا نكونوا شويه صراحة تنتكلموا على بلادنا، ما خصناش نبقاو نتكلموا بشي حاجه اللي حنا حتى واحد. هذه بلاد ديالنا كاملين وكل واحد من منظور سي رضا. انا عندي حوار ديالك مع الجديد في 15/7/2002 تتكلم فيه على المطالب اللي كانت عند حزب العداله والتنميه واستجبت لها الحكومه في اطار من التوافق. مزيان، شنو المشكل؟ راه كان هادشي. شنو المشكل؟ حيت قلتي قبيله ما عمر الحكومات السابقه كانت كدير التوافق. لا ما قلناش ما كاين حتى حاجه. لا غير تنقول لك بانه هذا الامر ديال التوافق بصفه اساسيه. انا نعطيك بالنسبه للجنه، انا ما قطعتكش السي رضا، غير تنتفاعل معك. مزيان. فيما يتعلق بالجنه، وانت كنتي في البرلمان، ملي كان كيوقع مشكل مع فريق واحد كانت كتوقف اللجنه وكان البحث عن التوافقات. اليوم حنا بالنسبه للوائع، حنا قلنا في اللجنه، قلنا سيدي الا تتهضروا على الاجنده وعلى هذا الشيء كله، حنا سيدي نديروا انتخابات بهذه اللوائح اللي كاينه دابا. لا ما يمكنش. ياك لا مازال ما دخلناش اللوائح السي بن حمزه. لا حنا راحنا تنتكلموا في الجوهر، حيت حنا هادشي ديال الاشراف راحنا جزء من الاختصاصات ديال هادشي ديال الاحصاء الانتخابي وديال تحديد الدوائر والمكاتب وكذا. عطينا الهيئه تسحبوا كل شيء الرئاسه، يعني راه السي حادي راه كاين مشكل. السي رضا دابا هذا مشكل حال السي رضا، هذا وجهه النظر ديالك. واش فهمتي؟ لا يعني هذا توجه اخر. انت تفهمني، بغيتوا ديروا بدون توافق. شوف توجه اخر، هذا حقنا. هذا طبعا صحيح، حنا النقاش اخذ وعطاء. صحيح، قول لي شنو هو اللي معقول وشنو هو غير معقول. صحيح. شنو اللي يمكننا نديروه دابا في بلادنا وشنو كنا نديروه من غدا، وهذه المنهجيه اللي حنا كحزب سياسي دبرنا بها العلاقه ديالنا مع السلطه منذ 50 عام. دابا خلي داك الشيء. لا ماشي خليه، لا ماشي خليه، راه داك الشيء هو اللي خلى البلاد وصلت لهذا الشيء اللي حنا فيه اليوم. البلاد وصلت لهذا التوافق وهذا الهدوء تعظيما الاشكاليات ديال البلاد. استاذ سي عادل، سياخذ لك عليك هذه المساله ديال جلد الاحزاب، وان الاحزاب تحمل ما لا تطاق، كل شيء السهام توجه لها على اساس انها ما تقومش بالدور ديالها، ولكن واش تتعطاها الامكانيات؟ الاحزاب انا قلت في البدايه ما كاينش شي مشهد سياسي وشي دوله ديمقراطيه وشي تداول يمكن ان يكون بدون احزاب وبدون أغلبية وبدون معارضة وبدون استحضار مواقع كل طرف في العملية. ما يمكنش شي حزب وحده يدير السياسة العامة للبلاد، ما يمكنش شي حكومة أنه شي حكومة أو سياسة البلاد تمشي بجناح واحد. راه قلتها أغلبية ومعارضة بجوج باش تقبض التوازن ديالها، هذا حطيته في الأول، ولكن هذا لا يعني لا اسمح لي هذا حطيته، هذه المبادئ الأساسية. أما الموضوع إذا كان هناك موضوع للنقد وللنقاش من أجل رفع المستوى وتأهيله فلنقولها، نقول هذه المسائل. هذا ليس طعن بالنسبة للأحزاب السياسية، هذا هو أحسن خدمة للأحزاب السياسية. ما يشاع الآن وينظر ويصل ويراه ويسمعه المواطن عن الأحزاب السياسية أمور خطيرة جدا تضر بالأحزاب وبسمعة المواطن وبالمشاركة وبهذه العملية الانتخابية النبيلة. وبالتالي لا بد أن نتحدث عن الكل، لا نتحدث عن القوانين، نتحدث في شمولية. أما أن أتحدث بشكل تقني هذا ليس من عملي. أما الجامعة لها احترامها ولها مكانتها، وخرجت أطر، خرجت وزراء مسؤولين أنها الآن في المغرب هز هم كثير ديال البحث. وإلا كانت تعيش مشكل فلنتساءل من الوزراء الذين تحملوا المسؤولية في فترة زمنية معينة وأساءوا للتعليم.
ولن ادخل في هذا السجل وفي هذا البوليميك لانني اغار على الاحزاب. نعم. انا اغار على اسمعوا الله يخليك من النقاش يبقى باش تكون فاهم السياسي كتكلم في البرنامج استاذ الله يخليك هذا ما فيها عيب ندخل في هذا ما فيها عيب خلي النقاش على الانتخاب على وجهه نظري. انا اتحدث راني خريج ديال الجامعه وراني دكتور خريج ديال الجامعه وتنعرف الجامعه ولهذا تكلمنا على مبدا الثقه سي عادل الموضوع ماشي هو الجامعه الله يخليك الله يخليكم انتخابات سي عادل اليوم سوق الشغل الاشكاليات اللي فيه شنو هي الاشكاليات اللي فيه؟ هي عدم الثقه في الشواهد اللي تتسلم للناس في الجامعه. سي عادل خليه يكمل في الموضوع ديال المستوى ديال الانتخابات. ولذا انت تتكلم على الثقه. كمل في الموضوع. هذا البوليتيك ماشي وجهه نظر لا ترد عليها. لا وجهه نظر ترد عليها قال ما تردش. موضوع اخر. لا ولكن حتى السياسه. رجعوا بنا الله يخليكم. كمل استاذ في الموضوع ديال السياسه التعليميه. لا ماشي هذا هو الموضوع. السياسه التعليميه ماشي الموضوع ولكن كتدخل في المشاريع اللي كتناقش. خليه يكمل غير الراي ديالو بعد. خليه يكمل الراي. خليه تفضل استاذ الله يخليك. انا اقول أحترم. نعم هناك قواعد تنظيمية داخلية للبرلمان، هناك مساطر دائما ينبغي احترامها والتسلح والتشبث بها وعدم القفز عليها، هناك مكونات أساسية سواء تاريخية سواء راهنة في المشهد السياسي لا بد من احترامها والتفاعل معها والإنصات الجيد إليها والاستجابة الموضوعية والمرنة لمقترحاتها إذا كنا نتحدث عن نقاش سياسي حقيقي يخدم المصلحة العامة. دي مسائل ما لا نتناقش فيها. إذا تكون بالنسبة لي أبجدية. ولكن لكل مقام مقال. سياق الإصلاح الدستوري كان ممكن أن ننزل فيه نقطة معينة ونتصارع من أجلها بكل قوة لندخلها. ليس الآن. لا نرحل القضايا الأساسية لأزمنة غير أزمنتها وهذا يخرجنا من التفكير العقلاني إلى تفكير وربما تسويق لأشياء معينة وقلت ما نحملوش هذه النقطة، هذه النقطة طيبة جيدة حيوية ولكن لا نرتهن إليها ونسجن أنفسنا والمجتمع وكل المصلحة العامة والعليا للبلد بنقطة معينة وأذكر هنا أعود أنا أستحضر ذات الأستاذ الباحث هناك حديث ليس حتى عن الانتخابات أو اللجنة الوطنية الآن قيل على مدى سنة من طرف أحزاب معينة قبل بداية الحديث عن الانتخابات لماذا ترحيل الزمن الانتخابي ولماذا تهريب الانتخابات من قال هذا؟ أنا أستاذ أسجل للذاكرة أيضا كان هناك حديث عن ضرورة الحفاظ على المواقع السياسية لأحزاب معينة أول ما خرج وسجل هي نحن أحزاب لا بد أن يحتفظ لنا بمواقعنا وكانت الإجابة الملكية واضحة من يحتفظ بالمواقع هي النزاهة الانتخابية وصناديق الاقتراع وليس التاريخ والعاطفة والمجهود نعم كلنا مغاربة كلنا ضحينا كلنا نحب هذا البلد ولكن الديمقراطية تحتكم لصناديق الاقتراع لا بد أن نتعالى عن هذه الأشياء هل هناك نخبة عقلانية قادرة على تدبير الشأن المغربي بالشفافية والنزاهة والحياد والديمقراطية والعدل الآن السي جطو رافع السيف ديالو على مجموعة الجماعات سوء تسيير ما ورد في الخطاب الملكي أيضا نحن مع توزيع الصلاحيات في القضية معينة وتعميقها بالنسبة للناس ولكن هناك حديث عن سوء تسيير إذا دخلنا في هذه النقطة سنعمم باش نختموا الموضوع ديال الاشراف باش ندخلوا في اللوائح الانتخابيه لدي تساؤلين ثم لدي تذكير بامر مهم وهو اولا ان المغرب يعني مر بمراحل التطور في العمليه الديمقراطيه من البدايه الى الان هذا التطور كان يخضع لمجموعه من الهواجس كان الهاجس الامني في مرحله ما كان الهاجس كذلك التوجيه الانتخابات في اتجاه ما كان هواجس معينه حتى بالنسبه للاحزاب السياسيه اما مساله ان اين هي من هالاحزاب اعتقد بانه هناك نقط لابد من الاشاره اليها الاحزاب السياسية لم تقم بالدور المنوط بها في مرحلة ما ونحن الآن في مرحلة النتائج
وهي كانت مشاركة في الحكومة وكانت مشاركة كذلك، وهي التي وضعت السياسات العمومية عامة، وهي التي كانت مع في إطار تدبير شؤون الدولة. ما يقع الآن هو أن نحن في مرحلة لا بد من إرادة الجميع في فتح المجال لتلك الديمقراطية التشاركية. يعني بمعنى آخر، سلطة الوصاية يجب أن تتقلص شيئا ما، لأننا نحن سوف ندخل في جهوية متقدمة، والجماعات يجب أن تكون لها شخصية معنوية ولها استقلال مالي وتدبيري كذلك، لكي يمكن لها أن تضع مخططاتها على حسب التوجه العام للمنطقة التنموية يعني في المنطقة. يجب كذلك أخذ بعين الاعتبار المواطن كمشارك ليس كمستهلك، لأن هذا ما يقع الآن هو كمستهلك فقط، يعني فقط نوع من الكتلة ناخبة نستعمله في فترة ما ثم نتوقع عن التعامل معه. أعتبر بأنه الآن ليست مرحلة توجيه الاتهامات أو نقاط الضعف أو نقاط القوة، ولكن أعتبر بأن المسؤولية الآن مسؤولية جماعية، وأعتبر بأنه إذا كان هناك تخوف من عدم استعداد الانتخابات المقبلة، فيجب قولها صراحة بأنه نريد أن تأجيل انتخابات إلى فترة أخرى. لكن أنا لا أعتبر بأن كنا نتفق، يعني أحزاب الأغلبية والمعارضة تتفق بأن مسألة الإشراف ليست هي سيئة في حد ذاتها، بمعنى ممكن أن تكون، وهذا لا يضر رئيس الحكومة في شيء، بمعنى أنه بالعكس للمزيد من المصداقية إلى غير ذلك. لكن مما تتخوف الحكومة ومما يتخوف الأغلبية، هذا هو. إذا كان الطرح الأغلبية واضح، بمعنى أنه يقول هناك فساد وهناك واقع سياسي غير منظم، وهناك نوع من التراكمات على مر هذه السنوات الماضية، هذا تبرير. فبماذا ترد الحكومة على هذا؟ لماذا لا تقبل هذا الإشراف؟ يعني مادام أن متفق، إذا غادي للأسف غادي نختموا هذا الموضوع الإشراف، لأن الموضوع الثاني لا يقل أهمية، هو موضوع اللوائح الانتخابية اللي كان محل جدال بيناتكم، تتقول بأنه هو السبب في انسحاب المواقف لإدات. إذا أنتم شنو المواقف ديالكم من هذا مشروع القانون ديال التغيير اللوائح الانتخابية؟ نعم، لا هو قبل ذلك في بسرعة، يعني بسرعة، أنا عرفت ختمنا، لأن الأخت طرحت المحور اختتم على السؤال. وليس هناك أي تخوف في الحكومة، بلادنا الحمد لله خصنا كما جاء في القرآن الكريم، وأما بنعمة ربك فحدث. حنا بلادنا غادية بشكل عادي، كان فرض الانتخابات الجماعية في حق الدار ماشي هذه السنة، كان خصها دير مباشرة بعد انتخابات تشريعية، ما غنرجعوش لذاك الشيء اللي وقع في الماضي، الله يسامح الجميع، تعطلنا فهمتي، كان يمكن شي نهنيو ونمشي، ولكن كان كلام سياسي ما غنرجعوش ليه. اليوم كاين ما يمكنش نفوت 2015، كاين توجيهات ملكيه، كاين الان اجنده، كاين امور واضحه جدا. بقى لينا توافق حنا متفقين عليه لا بد في القوانين. المقترح اللي كاين ديال هيئه وطني اشراف، هذا ماشي داخل في التوافق العادي. حنا قلنا ان هذا غادي يقلب العمليه بشكل جذري، ماشي حاجه اللي، وبالتالي ملي جبنا الموضوع ديال البلاغ المجلس الوزاري، نعتبر ماشي استقواء المجلس الوزاري، هو بحال واحد التحكيم ان صح تعبير، واحد الخندق كنا غندخلوا ليه اليوم. نعم. تفكينا منه، بمعنى ان اليوم لو تخدموا اليوم هناك اشراف واضح ديال رئيس الحكومه، وبطبيعه الحال المستقبل يعلمه الله. يعني واش هناك اشكال ديال التوافق كذا، ربما في الحوارات مع الوزاره الوصيه وكذا. نعم. الاشكال كلها ممكن تدرس القانون المتعلق بتغيير اللوائح الانتخابيه، الاشراف السياسي طبعا ديال رئيس الحكومه، هذا الامر حسم. القانون المتعلق حنا كحزب سياسي، عندنا مذكره ديالنا في الموضوع، وعندنا مواقف. المواقف ديالنا اللي كنا في المعارضه ما غيرناهاش، ولا زلنا كحزب تنقولوا تيخص الالغاء اللوائح الحاليه والتسجيل التلقائي ببطاقه التعريف الوطنيه، نظرا لمجموعه من الامور وضحناها في كثير مذكرات منذ 2002 2003. كنا دائما تنبقاو الحزب الوحيد الذي يطالب بهذه عملية الإلغاء الكلي في هذه المراحل كقصد الأخيرة.
الذي وقع أن كانت هناك في التاريخ مراجعات استثنائية، وهناك في مرحلة جديد للوائح الانتخابية مشروع قانون جديد للوائح الانتخابية، وفي هذه المراجعات الاستثنائية كان دائما الوزارة الوصية كتجيب واحد مجموعة ديال المبررات تقنية، من ضمنها أن تجديد التقايب باللائحة بورقة التهيئة الوطنية غيطرح إشكال ديال الأموات، غيطرح إشكال ديال اللي محكوم عليهم أحكام نهائية، غيطرح مجموعة إشكالات تقنية. حنا كنا دائما نجيب لما كنا في المعارضة أن الشيء كله عنده حلول. الهيئة الناخبة إلا جينا نحسبوها ربما اليوم على الإحصائيات توصل 23 مليون مواطن. إلا خلال أن اللوائح تتعطي 15 ولا الآن كتدور على 13 مليون. 11 12 13، وصلت 15 في 2007 ثم رجعت مع التشطيبات لحوالي 13 ونص تقريبا. إذا هذه هي ولكن احنا كحزب سياسي ما يمكنش نفرض الراي ديالنا على الاغلبيه، اولا احنا في اطار اغلبيه فلا بد من ان ناخذ راي ديال الفرق. ثانيا حتى داخل المعارضه راه مجموعه المواقف لا بالنسبه للوائح، لا بالنسبه للموضوع ديال العتبه، لا بالنسبه واش الفرضي او اللائح، راه حتى داخل الاحزاب المعارضه او الاغلبيه هناك اختلافات. فاذا خص البحث على التوافقات، اذا الموضوع ديال البحث على التوافقات تيفرض علينا هذا الراي اللي ربما اليوم سيكون واقعين، لانه دابا سهل باش الانسان اليوم يجي، انا مع كامل احترامي للاخوان ديال المعارضه، هذا الخطاب اللي كنسمعوا لم نكن نسمعه بتلك القوه وبتلك النبره ديال راه دوزنا بانتخابات كثيره. والاخ السي ادريس يعني تفضل مشكور ذكر موقف حزب عدد التنميه، هو كينتقدنا تنقول نعم، حنا كنا تنتقدوا وتنقولوا عباد الله بدلوا هذه اللوائح وكنا بغيناها تبدل، وطرحنا موضوع الجاليه وطرحنا المهم بلا ما نرجعوا للماضي، يعني موضوع كثير جدا. ولكن اليوم هذا التوافق باش نديروه خصنا نلقى واحد الحل الوسط. شنو هو المشروع اللي جا الان؟ شنو هو المشروع اللي جا؟ المشروع اللي جا ديال اللوائح الانتخابيه هناك اضافات في واقع الامر. قد يعتبروها البعض ماشي جذريه او ماشي توريه، ولكنها مقارنه مع ما كان سابقا تعتبر نوعيه. اولا كنا كنشكاو سي عبد الرحمن بشكل كبير من المده الزمنيه ديال التسجيل. نعم. كنا دايرين عليها حرب، انه الناس كيفاش كيتقيدوا، عندهم شي وقت وما تيمشيوش هما في راسهم، شو ما مخبورينش. اليوم عمليه غدا 6 أشهر. هذه أول حاجة، 6 أشهر فيها طبعا شهر ديال بلا ما ندخل في التفاصيل الإخوان المشاهدين، القيد ونقل القيد، ثم عملية التشطيب، اجتماع اللجنة الإدارية 7 أيام، ثم الحق 21، المهم ديك واحد السلسلة طويلة ما غاديش ندخلوا فيها. ولكن مدة 6 أشهر هذه الأولى. ثانية ما يتعلق بتمكين الأحزاب السياسية من المستخرج. اليوم الأحزاب السياسية تيمكن لها في هذا المشروع تأخذ اللوائح، ولكن كيفاش؟ داك الشيء اللي كنا كنغوتوا عليه حنا كمعارضة، حنا كنسعداء بأنه على الأقل اليوم بدا جزء منه كيطبق، وهو المستخرج، ماشي مستخرج بي دي إف يعطيك كل شيء ما عندك ما دير بها. كنا حنا كنطلبوا غير بالوورد ولا بالإكسل، تنطلبوا يا ربي يعطيه لنا الحكومة السابقة. اليوم غيدا المستخرج سي عبد الرحمن مبوبا حسب مكاتب التصويت وحسب الجماعات والمقاطعات. وأخيرا الحزب السياسي تيمكن ليه اليوم يشوف ويقول السيدة فلانة ها هي في كينا، لا هذه راه يعني مقيدة وهي ما يمكن الحزب أنه يبدل الرأي ديالو. هنا تيجي كيجي كومين الضوء ديال الأحزاب السياسية، جبتو قبيلة الحديث على دور الأحزاب السياسية، هنا تيبان الأحزاب السياسية اللي هي فاعلة واللي هي في الميدان واللي عندها المناضلين في كل بلاصه راه غتشتغل. نعم. الاحزاب اللي هي عباره عندك كانتخابيه وما وعندك تهتم الانتخابات غير بالطريقه ديال كذا، راه غادي يوقع عليها اشكال ربما. حنا تنعتبروا ان كون تقول الاحزاب السياسيه تحمل المسؤوليه ديالك في المراقبه هذا يعتبر امر اساسي. ما بغيش ندخل على موضوع ديال التقييد الالكتروني. نعم. والبوابه الالكترونيه ومجموعه، اذا هناك جديد. ولكن هذا المشروع هذا، ونختم سي عبد الرحمن باش ما نطولش عليك، راه هناك رغم ذلك تعديلات كيديرها فروق الاغلبيه من العداله والتنميه وفروق الاغلبيه على هذا المشروع اللي فيه بعض الامور المستوره، غير تعديلات حنا كنتمناو ان التعديلات تلقى طبعا تجاوب حتى كذلك فرق المعارضه، لان تعديلات ايجابيه غتزيد من الجوده باش يمكن الهيئه الناخبه نرفعوا من العدد ديالها وندخلوا ويثيقوا المواطنين، يثيقوا المواطنين، لان الهدف اخر المطاف هو اكبر عدد ديال المغاربه يشجلوا ويشاركوا في الانتخابات اللي غادي يعيشها بلادنا. دن سي عادل، انتم تطالبوا يعني انه تجديد اللوائح مره نهائيه. لا احنا غادي نتفاعلوا دابا مع المشروع اللي جابت الحكومه. احنا بالنسبه لنا اولا كنسمع واحد الكلام متكرر ديال انه دي حنايا
تشبتي بالبطاقه الوطنيه، تشبتي بالقيد التلقائي، ولكن ما يمكنناش نفرضوا هذا الشيء على الحلفاء ديالنا. وتسالنا احنا اكثر من مره شكون في الحلفاء اللي هو ضد هذا الشيء؟ احنا سمعنا الاخوان في اللجنه ديال الداخليه حتى واحد ما عبر على شي موقف اللي هو معارض لهذا الشيء. لانه هذا هو المشكل، المشكل هذا التراكم هنا تيبان. لانه انضاج العمليه ديال الاصلاح خذت واحد الوقت طويل جدا. اليوم وعندنا خلاص التصريحات ديال حزب العداله والتنميه لما كان في المعارضه، كانت النقطه الاساسيه هي موضوع ديال اللوائح. اليوم ما الذي يمنع تجديد اللوائح الانتخابيه؟ اليوم لانه ملي كنتكلموا على 10 سنين سابقه عن البطاقه الوطنيه ماشي هو نفس الوضع اليوم. اليوم المجهود اللي دار بالنسبه للبطاقه الوطنيه البيومتريه، بالنسبه للجانب الاداره الالكترونيه بصفه عامه، اليوم المعطيات كلها موجوده وتيمكن بعمليه تقنيه بسيطه جدا تكون عندنا من غدا لوائح ديال الانتخابات اللي يمكن هذه الامور كلها الملاحظات التقنيه اللي كان ديال حميل السلاح وديال كذا وكل الدفعات اللي دايره اليوم وزاره الداخليه ممكن الجواب عليها بعمليات تقنيه بسيطه جدا. اذا اليوم حنا المشروع ديال الحكومه هو هذا مراجعه اللوائح الانتخابيه العام. واش اليوم الاغلبيه وهذا حنا انا قلت في برنامج في هذا البرنامج مع السي سعد الدين العثماني قلت له حنا نقترح عليكم الاغلبيه الوظيفيه دفعوا في اتجاه اصلاحات حقيقيه اللي كتعلق بالبناء المؤسساتي والديمقراطي ديال البلاد واصواتنا الى جانبكم. ولهذا ما عندكم ليش تخوفوا في هذا الموضوع ديال المراجعه. عندكم اغلبيه التي تساندكم في هذه العمليه ديال الاصلاح. يمكن تكون عندنا خلافات في امور الاقتصاد او كذا ولا كذا، يمكن تكون هذه الخلافات عاديه. ولكن في الامور المهيكله لعمليه الاصلاح السياسي، ثق بي سي رضا بانه اصواتنا الى جانب حزب العداله والتنميه فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن رحنا كنبنيو حلقات للتاريخ، كنبنيو حلقات للمستقبل باش يمكن بلادنا تتطور. احنا تنعرفوا الواقع، تنعرفوا بانه هذه العمليه ديال التمجيد، احنا بصباح تنتكلموا على الثقه، تنتكلموا على المواطنين تسببوا بالاحباط، اذا هذه العمليه ديال القيد هذه كانت دائما مفتوحه للمواطنين، علاش ما كانوش كيمشيو يتسجلوا؟ اذا اليوم كاين عندنا امكانيات ووسائل تقنيه، شنو هو التخوف الحقيقي اللي كاين؟ بون كاين اشكاليه ديال عدم التصويت، ديال ارتفاع النسبه ديال الناس اللي هما مقاطعين، ولكن هذه النسبه فيها جوج ديال القراءات. اولا اليوم دول ديمقراطيه عريقه جدا تتعرف نسبه ديال المشاركه محدوده، راه الانتخابات البرلمان الاوروبي مؤخرا في فرنسا ما وصلتش حتى 28%، الانتخابات الرئاسيه في امريكا ما كتفوتش 18-19%. صحيح ان السياق مختلف، ولكن انا كنامن بعمليه انتخابيه فيها الضمانات واخا ما تكونش فيها مشاركه كبيره، ولكن فيها كل الضمانات ديال النزاهه، لانه المساله ديال المشاركه مرتبطه بالمصداقيه ديال المؤسسات، مرتبطه بالاختصاصات ديال المؤسسات، مرتبطه بالقرب الديمقراطيه المحليه، بالقرب بالاحساس ديال المواطن بان هذه المؤسسات فعلا كتقدم له واحد الخدمه معينه، وبالتالي هذا البناء التدريجي ديال الثقه ما يمكن له يجي الا عبر هاد الاليات. ولهذا هذا الموضوع ديال انه النسبه ديال التصويت غتكون متدنيه، هذه تنظن بانه هذا الواقع ديال بلادنا، وحنا تنأديو ثمن ديال التأخر اللي ما دارش هذه سنين، يجب الاعتراف بهذا الأمر، ولكن ما خصوش يكون مبرر باش نبنيو آليات حقيقية. لأنه غنبقاو في هذا الموضوع، غندخلوا في هذه المتاهة ديال الطاعون، غندخلوا في هذه المتاهة ديال الأجالات، وهذا الشيء ما غاديش يوصلنا لشي حاجة اللي هي أساسية. نعم، إذا الأستاذ موضوع اللوائح شكلت ديما في السابق موضوع التشكيك والانتقاد، نعم. هذا المشروع اللي طلعته الحكومة إلى أي مدى يمكن يوضح حد لهذا التشكيك؟ طبيعة الحال انه كان يتم في السابق استغراق زمن طويل من النقاش بخصوص اللوائح الانتخابية وجملة من الانتقادات والحيال والخداع المنظمة بشكل دقيق من أجل أهداف محددة، وبالتالي المسألة كانت تسيء للعملية الانتخابية ولكل النتائج، وحتى وإن كانت أنها تكون الانزلاقات محدودة ربما. أنا بالنسبة لي كل شيء يمكن أن يحسن ويجود العملية الانتخابية ويطور العملية الانتخابية ويشجع ويجعل عملية المشاركة سهلة لا بد من استجابة له،
وعدم التأخر في الاستجابة له من أي جهة كانت. شريطة توفير الظروف والشروط الإيجابية أيضا، لأنه لا نطرح المسألة أو تكون إذا كانت مسألة فقط من أجل تكون مثالية من أجل أنا طرحتها، هذا مشكل. لابد من توفير الشروط واستحضار الإكراهات والمعيقات سواء كانت تقنية أو مالية أو ما إلى ذلك من أجل تجاوزها والتغلب. ماشي غادي نطرحوها، خصنا نطرحوا شي مسألة نحسنوا التنفيذ ديالها. شكون الجهة المعنية بهذه المسألة؟ أظن إلا سمعتي الوزارة الداخلية كتطرح لك جملة من المشاكل. نقطة أساسية وذكرتيها بالنسبة لا ولا نحن لسنا أمريكا ولسنا أوروبا، ديمقراطيات. نحن نقول نسير نحو تعزيز الديمقراطية، نبني ديمقراطية، انتقال ديمقراطي. الآخرون يتحدثون بأنهم قطعوا أشواط في الديمقراطية. لا بد من توفير نسبة من أجل شرعية البرلمان وشرعية الحكومة وشرعية تأمين شرعية النظام السياسي في المغرب، لأن المسألة مرتبطة بالثقة وباستثمارات أجنبية وبعلاقات مع مؤسسات أجنبية في محيط وسياق دولي جد متوتر. يريد المغرب أن يكون فيه نموذج وأن يقوى التأثير، فلا بد أن لا نستهين بمسألة المشاركة وأن تكون هناك قدرة كبيرة على التعبئة، تعبئة الجميع في الميدان، ليس ببلاغة الخطاب واللغة، في الميدان من أجل توفير الكتلة الناخبة ودفعها إلى التوجه لصناديق الاقتراع للتعبير عن رأيها، وبالتالي المشاركة الوازنة تعطي شرعية للنظام السياسي في البلاد وللدولة بكل مكوناتها وليس فقط لعملية انتخابية. وأظن لا بد الجميع أن يستحضر هذه المسألة. استاذة، إذا مسألة تأثير هذه المسألة ديال اللوائح الانتخابية في المشاركة، أعتبر بأن حقيقة هو في الفترة السابقة اللوائح، مسألة اللوائح الانتخابية طرحت مجموعة الإشكالات التي لها علاقة بالنزاهة والشفافية في الانتخابات وعدد الأصوات إلى غير ذلك. وهذه البطائق غالبا كان مشكوك في أمرها، أحيانا لأنها توزع في آخر لحظة أو لا تصل إلى المواطنين في الوقت المناسب، وهناك بعض الأموات يصوتون وبعض الأحياء لا يصوتون، بمعنى أن كانت هناك مشاكل من هذا النوع بما يتعلق بالبطائق. هناك كانت صعوبة لأن كانت العملية غير لم تكن من ناحية الإلكترونية يعني أو من ناحية الوسائل التقنية كانت غير متوفرة، كانت بمعنى أن لم تكن إمكانية يعني العمل بما هو مقترح اليوم في الدول فعلا الأوروبية والغربية يعني يصوتون بالبطائق. لكن أعتبر كذلك، وهنا يعني المسألة ليست أكاديمية أو المسألة هي تقنية، هي الأحزاب الأغلبية ولا أحزاب المعارضة ولا الإرادة الترابية تعرف ضمنيا نتائج كل تقنية من التقنيات، إما التقنية القديمة على أساس البطائق أو البطاقة الوطنية. إذا كانت ما هي التقنية التي سوف تؤدي إلى نزاهة الانتخابات وإلى مشاركة حقيقية للمواطنين وإلى تغيير دفة الكتلة الناخبة وإلى إنتاج نخبة سياسية جديدة؟ هذا السؤال. إذن شكرا، ما بقاش الوقت للأسف. سي عادل نشر الجوية المغاربة راه تيتيقوا فيها. لا لا، غير إضافة، غير إضافة اليوم. الحمد لله، شكرا لكم. لا مبقاش للأسف موضوع آخر، نستضيفكم في فترة أخرى. شكرا لكم على حضوركم، شكرا للمشاهدين الكرام، على وفيكم، وإلى اللقاء الثلاثاء القادم بحول الله.